عسلامة. عسلامة. لاباس؟ لاباس الحمد لله. تعرفوا علي؟ مواطنة. مواطنة تونسية. مرحبا بك معانا مدام. مدام قلت لي أنت ربة بيت. حبينا نعرفوا المرأة اللي لاهية بالشؤون المنزلية كيفاش وضعيتها؟ والله وضعيتها عادية، تغسل تقصيق تنظف تاح. أما الظروف صعيبة. هاي ظروف كتير صعيبة، ما عندهاش خدمة، ما عندهاش حاجة قارة معناتها، لا شهرية لا حتى شيء. ربة البيت اليوم هي اختارت تكون ربة بيت وإلا ما حبتش تخرج تخدم باش ما تقصرش شوية هكا مع العائلة مع صغارها مع زوجها؟ شوية منها وشوية من شوية منها وشوية من وإلا عادة نلقاو الزوج هو اللي يفرض على مرته يقول لها اقعد في الدار. دار كنت انت كيفاش وضعيتك بالضبط؟ قبل نخدم كي عرست قال لي لا ما عادش نخدم في الدار، ما عادش نخدم، قال لي اقعد في الدار. وانت ماذا بيك تخدم؟ والله ماذا بي كنت قبل نخدم انا، ماذا بي توا ما عادش 54 سنه مازال باش نخدم، ما عادش نجم. قاعده في الدار كيفاش اثرت عليك؟ والله ساعات حتى مقلقتني شويه. ستريس. ناحيه شنو؟ ستريس ولا كنعطى نفس الريتم. لو انها راهي ربة البيت تخدم، راهي اعتبارها مرأة تخدم اكثر من اللي تخدم البرة. اي اما تحس روحها ديما روتين، روتين هذاك نتاع كل يوم، اللي معناتها تعملوا اليوم تعملوا غدوة. هو الروتين مدام، يقولوا الروتين قاتل، اكثر حاجة تنجم تقتلك هي روتين. لكن اليوم نراو انه الناس الكل تعيش في روتين، يعني سواء ربة البيت والا المرأة اللي تخدم والا الراجل اللي يخدم ولا اللي يقرا، يعني روتين ما عادش فماك الوقت اللي باش يخرج يتفرهد فيه يمشي يحوس. مع الغلاء كما قلت، الغلاء مع العيشة صعيبة، صعبة العيشة، ما عادش كما قبل، كانت قبل شوية رخيصة، توا غلاء كل شيء غلاء، صار في 20 ما تلقاهاش. بما انك انت ربة بيت مدام وديما تمشي للمرشي وديما تقضي تمشي للمغازان والكل، تحكي لنا معناها الغلاء توا كيفاش بالضبط؟ لا غالية برشا توا، غالية برشا، زادت برشا برشا. برشا أكثر من قبل. قبل بقداش كنت تقضي في الجمعة وتوا قداش بقداش تقضي في الجمعة مثلا؟ 20 تقضي كل شيء، تاخذ تجيرة، تاخذ خضرة، تاخذ كل شيء كل شيء. 20 فيها اللحم. فيها أي دجاجة تاخذي وخضرة كل شيء، معناتها تزيزيك ساعات ترجع حتى حق الخبز، توا وين؟ 20 تسوي بها فطور الصباح ما عادش تلقاها. هذا وقت ايش مدام 20,000 تقضي لك قضيه كامله فيها دجاجه؟ وقت تزين هو دجاجه وحدها يظهر لي. ثوره قبل الثوره، قبل الثوره، قبل الثوره. اما توا صعب برشا. توا قداش تقضي؟ انا قلت لك توا تصرف 20 الصباح فطور الصباح ما عادش تلقاها، مفطور نص نهار ما عادش نجم تشريه، غاليه برشا. علاش المواطن ولا يقضي كل نهار ونهاره؟ ما عادش يقضي بالجمعه ولا بالشهر. بطبيعة نحكي على معناها عبيد معينين. والله كثر ما صعب، صعبة الدنيا عليه هكا. كيفاش قاعدة تتعايش مع الوضع هذا والغلاء هذا؟ وساعات شوية فقدان زاد نتاع مواد غذائية. اي بالحق، اش نعملوا؟ أنا هكا هكا ونهار هكا، اش نعملوا؟ حتى نتعودوا اش نعملوا؟ هكا هو اش نعملوا؟ ويقولوا الصغار الأولاد بصفة عامة معناها ما ياكلوش الماكلة البيتة. انا عندي زوز ولاد تو في كندا وعندي بنتي هذايا، لا ناكلوا حتى كي يبدا بيت ولا حاجه ناكلوا. علاش الامهات الكل ياكلوا؟ ناكلوا كل، حتى بنتي تاكل ناكلوا، باش نلوحوها هذيك نعمه رب، مو فلوس زاده. ها فلوس هذاك هو. اما برشا تلقى صغار يقول لك لا ماكله بيته، لا خبز سخطون خبز اخرين. انا لا معودتهم اولادي ياكلوا حتى يبدا بيت ياكلوا، ناكلوا ماكلة نتاع نهارين ثلاثة أنا في الفريجيدير نظيفة، علاش ناكلوه؟ مادام هو فما أنواع نتاع نساء نتاع ربة بيت بصفة عامة، فما اللي تعرف كيفاش نتاع اليوم ونتاع غدوة، وفما اللي تلقاه في يدها تصرفوا اليوم، أنت كيفاش؟ لا أنا معناتها نقسم كل نهار ونهار، نقسم اليوم عندي ماكلة بيت نسخنها ناكلها، في الليل نزيد حاجة نخليها الغدوة وكيكة، نعرف كيفاش نتصرف. تفضل فلوس من المصروف ولا؟ ما الزوج ديما يمد لزوجته المصروف؟ إي مش برشا، ما نفضلش برشا. ولا لا تفضل برشا؟ ما تفضلش برشا. اما تستحدق؟ نستحفظ شوي 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 كيما نسي الكل. بما انه انت مدام زوجك يخدم وحده في الدار وانت ماكش تخدم معاه، هل هو قادر معناه انه يوفر المصاريف الكل في الدار؟ هكيك مش برشا برشا، مش برشا برشا، عامل يومي معناتها اللي يجيبه النهار مديه الليل، شنو هذاك هو. ظروف الحياة ما لزتكش انك تخرج تخدم؟ والله نخمم، والله نخمم، ماذا بيا؟ والله
كنت قبل ما لاوش تو ماذا بيا نخدم. كل الصغار كبروا تو اي يحب لهم مصاريف برشا ولبسه و... بي. لو تحكي لنا مدام مثلا انت كيفاش قاعده تقتصد كل يوم في المصروف، خاطر فما برشا نساء ما تعرفش كيفاش تتصرف في الفلوس. والله معناتها انا قلت لك نهار ونهار نهار يبدا عندي حاجات كم في الدار ما نشريهمش معناتها من برا، وسيبدا يبدا عندي في الدار نستح معناتها نخلي شويه الغدوه وشويه مش معناتها اللي نجيبوا الكل نصرفوا في نهار، نعرف كيفاش نتصرف. ما تبذرش معناها في ال لا ما نبذرش ما نبذرش قد قد معناتها. بالنسبة للمواد الغذائية المفقودة، هل عندك طريقة باش توفرها؟ معناها كيما برشا ناس هكا توصي مثلا ساعات في المجازان مثلا يهبطوا الحليب على الصباح بكري يمشيوا يشدوا الصف مثلا. ليش؟ حتى الراجل دبر ثلاثة أربع باكوات نقصد فيهم معناتها كل يوم قهوة حليب هذيك نقصدها وفيه وش يقعد هو ما يقعدش. شنو هو الحاجات المفقودين اللي عندك برشا ما استعملتهمش؟ كيما الحليب، الفارينة، السميد، شنو هي اخر يا رب؟ الروز؟ الروز، اي الروز، سيرتو الروز، الروز مش موجود بالكل. ها؟ وغالي حتى كان موجود غالي باكو 7000. ما نجمش الروز نتاعنا اللي مستنسين نشريو فيه. 7000 هذاك ولا 7000؟ والزيت، والزيت الحاكم ما عادش زيت الحاكم، مرت الدبوزه ب 25 23 دي. معناها الدبوزه نتاع 900 هذيك حاجه ولات ما عادش موجود. كشت يا ولد ب 23. متأكده اللي هو نفسه؟ اللي هو انا شنو نقول؟ يحطوا فيه في الباب كي نحكي فيه لبنتي قلت يحطوا فيه في الباب الكشتي ويبيعوا لنا فيه ب 23. شنو هو كهو؟ دونك غليت الدنيا على المواطن اليوم، هل المواطن تأقلم مع الوضع هذا ولا؟ والله هكاك ولا ستريسي برشا ما عاد من حكاية هذيا ولا روتين وستريسي. أما احنا معناها حبينا ولا كرهنا يلزمنا نصبروا. يلزمنا نرضوا بعيشتنا كهو هكاهو ربي يقدر الخير. والله ربي يقدر خير في هالبلاد وينظروا لنا شويه كالناس الضعاف ينظروا لنا شويه والله بالحق. شنو الحاجات اللي تطلب من السلطات المعنيه بالامر انهم يوفروهم؟ الحاجات الاساسيه، حاجات الاساسيه ويرخصوا لنا في المعيشه. هذيك هو الحاجات الاساسيه ويرخصوا لنا في المعيشه. نخلي لك الكلمه الاخيره مدام، شنو تحب تقول؟ ربي يهدي ما خلق وربي ان شاء الله يعديها يصلحها على خير وكهو يصلحها على يعطيك صحه عايشه.